La réussite scolaire de nos enfants ne repose pas uniquement sur les bonnes notes. Leur bien-être à l'école, leur adaptation à la vie en collectivité, les relations avec leurs enseignants sont autant de facteurs qui peuvent favoriser ou défavoriser leur estime en soi. قبل أن نتحدث عن سلوكي باسم الإدارة العامة باسم جميع الفعاليات العاملة بالمؤسسة من أطر إدارية وتقنية وموظفين عاملين بالمؤسسة ترحب بحضور الجميع ترحيبا جميعا ونعتبر بأن هذا اليوم هذا اللقاء من يقوم لدينا للقاءات مقبلة إن شاء الله. بقى هذيك المرة اللي حاملة يما من عائلة هي يما من عائلة راجلها بسم الله الرحيم. وفي الحقيقة هاد اللقاءات التي تنظم مع الآباء لقاءات مفتوحة والأمهات والمدرسين هذه ينبغي أن تتكرر دائما في كل لحظة، ماشي تيقرب الامتحان ماشي في الدورة الثانية، وإنما أنا كنقول خص يكون لقاء مفتوح، يعني في كل شهر لابد أن نطرح الأسئلة وأن نستمع جيدا لأبنائنا وتلامذتنا، شيء مهم جدا. ينبغي أن نتكلم قليلا وأن نستمع كثيرا لأبنائنا، لا ينبغي أن نكون أنانيين نفكر فقط في أن عندنا مشاكل عندنا ضغوط، فأبناؤنا أيضا لهم مشاكلهم ولهم ضغوطهم. فهذا اللقاء الحمد لله كان مثمر، وكان واحد خاصة أنا اللي عجبني هما أن واحد عدد الأسر جابوا معهم وليداتهم ولم ينسحب الأبناء أبدا إلى نهاية المطاف، وهذا كيدل على أن ملي كتخاطب وليداتنا بأسلوب مقنع وحوار وحكيم وكتسمع ليهم وكتحبهم اكيد انهم غيسمعوا لك وغيتشدوا لك. وهذه بالتجربه، راه اخت هنا معنا في الجلسه قالت لك بان ولدها عرفتي راه كتقول لي انا السبب الشقاء ديالي ولدي. جلسه واحده ما جلستش معاه 5 دقائق، هما ضربت معاهم شي 40 دقيقه راسهم قاسح. ولدهم 5 دقائق فاذا به يطبق في الحين ما قلت له، لان كاين ملي كتخاطبوا باقناع خاطبوا بالعقل بإقناع، ولكن ديما العاطفة ينبغي أن تكون حاضرة. شكرا أولا للإدارة العامة على تنظيم هذا الدواء وهذا اللقاء التواصلي الهام جدا، اللي صراحة حنا كأساتذة كأطور حتى كأسر كفاعلين تربويين عموما في حاجة هامة لهذا الندوات اللي تنشاركوا فيها مجموعة من المعلومات حول التربية، الهم الأول ديالنا جميعا، لأن بدون تربية ما يمكنش نتكلموا على أي تنمية ولا على أي مستقبل لوليداتنا ولا الشعب ولا الأمة ديالنا عموما. وبالتالي أنا تنشوف في هذا الندوة بأنه صراحة كان تفاعل كان تجاوب، كان الموضوع أساسا على التفوق على التميز على الأخلاق وعلى تربية تلاميذ وتلميذات على مجموعة من القيم الفاضلة والقيم الأساسية اللي ما يمكنش المجتمع يعيش واحد التماسك واحد يعني واحد انسجام واحد الأخوة واحد المودة تنتشر داخل هذا المجتمع. وبالتالي صراحة كان موضوع الندوة قيم جدا، لأنه من خلاله اكتشفنا يعني قواعد أساسية في التربية، اكتشفنا من خلاله تبسيط مجموعة من العلوم من خلال ما قدمه الدكتور لوكيلي على يعني التربية بشكل مبسط وبشكل يعني اللي أنا شخصيا يعني استفدت صراحة، وربما هذا الشيء اللي سمعته وخذيت في هذا الندوة من خلال حتى الحوار ديالي الحديث ديالي مع بعض الآباء والأمهات صراحة تعلموا يوميا كيفاش أننا حنا نزيدوا نجتهدوا أكثر في التعامل ديالنا مع التلاميذ داخل القسم، لأنه صراحة بدون هذا التواصل وبدون هذه اللقاءات راه يصعب علينا صراحة نوصلوا لواحد التلميذ فاضل أو تلميذ صالح أو التلميذ اللي حنا بغينا نشوفوا في واحد الصورة جيدة وإيجابية. بدون هذا التواصل بدون هذا التفاعل بدون هذا مشاركة المعلومات بيننا حول موضوع التربية أساسا يصعب جدا قلت أنه نوصل لنتيجة حسنة، ولكن في حضور هذا التواصل نستفيد جميعا صراحة. وحنا نعاود نذكر على هذه المسألة، حنا بحاجة صراحة إلى هذه اللقاءات التواصلية بشكل مستمر، ربما تولي عرف في مؤسسة المسار المعرفي باش في حد ذاته يخلق هذا الأمر تميز للمؤسسة وتكون واحد النموذج يحتذى به في تحسين سلوك الأبناء، لأنه لا يوجد ابن صالح هكذا بالفطرة.
نحن من نصلح الابناء ديالنا، نحن المسؤولون بالدرجه الاولى على اصلاح الابناء ديالنا، نحن الذي يجب علينا ان نخصص وقتا لابنائنا وان نعتبرهم هم الهم الاساسي. علاش حنا تنفيقوا الصباح ونخدموا ونجريوا ونتقاتلوا من اجل هاد الوليدات؟ لانهم هما الخلف الخير سلف، وبالتالي لما كناش غادي نعطيو واحد الوقت ونخصوه لوليداتنا يوم السبت يوم الاحد في ايام العطل في اي مناسبه قدرنا؟ حنا عارفين الضغوطات والاكراهات ديال مجموعه من الاباء والامهات، ولكن خاصنا نلقاو وقت لوليداتنا، خاص يكون حوار مع وليداتنا، خاص يكون واحد التفاعل ايجابي كما قال الاستاذ الدكتور، وكما يعني تنوصل لدى كل العلوم ديال التربيه باننا ما نركزوش على السلبيات، لان السلبيات غتكون الاخطاء غتكون، ولكن نركزوا على الايجابي ونديروا التعزيز الذاتي لهذا الولد ولا هذه البنيته على اساس انه اي سلوك جيد داروا الا وغادي نحبب لهذه العمليه ونعطيها واحد القيمه كبيره، وفي الحين انه اي سلوك خايب دار خاصني نحاول ما امكن هذا السلوك وكانني نرميه في القمامه وانني نرميه في الزبل. هذا يعني اننا نستهتروا مع مساله ديال الصرامه ومع مساله ديال مراقبه وليداتنا، ولكن نحاول ما امكن نخلقوا واحد النفس ايجابي في وليداتنا، لانه بعض المرات حتى الولد ديالنا الا كان واحد رد الفعل مثلا ديالنا غير ايجابي راه الولد ممكن تياخذها بواحد الشكل انتقامي، بواحد الشكل ديال تيخلق تيبدا واحد المواجهه مع هاد الوليدات هادو. وبالتالي تنظن انا باش نعطيكم يعني فكره عامه على الموضوع ديال الندوه، كان صراحه ندوه اللي تلاقينا فيها مع علوم بشكل مبسط، وتلاقينا فيها مع مداخلات ديال الاباء والامهات اللي صراحه غنستافدوا حنا منها شخصيا، سجلنا هاد النقاط بتفصيل على اساس غنبداو نضفوها، وهذا كله ممكن الا يعطينا واحد النتائج مثمره على المستقبل القريب ان شاء الله.